جئنا كمزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البذل في الآفاق. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ايش تبغى تكون في المستقبل؟ ابغى اكون دكتور. ليش؟ عشان اساعد الناس التعبانين. ساعد، ما شاء الله عليك، حي زميلنا. دمر بالرجاء ونمد جسر الحب بالاشواق، وعطاؤنا امل الحياه يمدها روح التكافل من نادى الترياق. جئنا كمزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البذل في الآفاق. ستفوح عطر البذل في الآفاق. صارت السلحة. لا بركز بسكور. ها لا على ايش؟ سو لا لح هذا الفخر انا خفي. السلحفاة أزهورا ستفوح عطر البذل في الآفاق. ستفوح عطر فتحة طويلة كسرة طويلة فتحة طويلة ضمة طويلة سنظل دوما تقدر تطلع زملاء يتفضلوا يطلعوا الاطفال حقيقتنا والعلامات التقديم فقط انت. قال الاب ما تزالين صغيرة يا بنيتي قدت نورة قائلة ارجوك يا ابي دعني احاول. انا ما اختار تختار قال الأب للسلحفاة ما رأيك يا البطيئة أن نتسابق إلى ضرب الغار. طيب أحمد كلمة البطيئة هذه قل لي الظواهر اللغوية اللي فيها يا أحمد إيش فيها؟ ها الآن نتوصل نبدأ من هنا. هذه إيش يا أحمد؟ هل إيه؟ القمرية. أحسن. طيب وفيها مد يا أحمد هذه الكلمة؟ أيوه بالياء. أحسن. وهذه الهمزة تعرف اسمها همزة إيه؟ متوسطة. الله عليك، حيو يا شباب. هذه همزة متوسطة. طيب ايش اللي في اخر الكلمة هذه يا احمد؟ الله. طيب يا احمد الكلمة هذه اسم ولا فعل؟ اسم. الله اسم. ليش قلنا اسم يا احمد؟ عشان اولها ايه؟ البطيئة. اولها ال، والال يا شباب لما تيجي في اول الكلمة هذه اسم. احسنت يا احمد. هنشوف البطل سعود.